يعني وصلنا لأولى فقراتنا لليوم يا سالي. كثير من المراهقين بينضم للعديد من الجماعات بهدف الصداقة ويمكن التسلية، ولكن الواقع بشير إلى حاجة المراهق لحتى يلاقي حاله بين الناس وبناء شخصيته على المدى البعيد، فيبدأ باكتساب بعض المهارات الجديدة من بعض الأصدقاء يلي عم يرافقوه بشكل دائم، وهنا يكمن الخطر في بعض الأوقات. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع ورح نتناقش فيه ورح نعرف وين هي الخطورة مع مرافقة جماعات لازم المراهقين يبعدوا عنهم كل البعد، مع الدكتورة خيرية الأحمد. صباح الخير. سعد صباحك. كيفك خيرية؟ أهلا وسهلا فيك. صباح النور. يسعد صباحك دكتورة. بالبداية يمكن موضوعنا شوي حساس، خلينا نقول بالفترة الحالية هيدا اللي نحن عم نعيشها، وخاصة خلينا نقول للمراهق أو اللي تحت السن القانوني اللي هو مانو مكتسب الأهلية الكاملة اللي تحت السن 18، قديش مهم نشأته لهذا الشخص ليطلع شيء بالمجتمع ممكن إنه يكون شيء إيجابي ولا ما بيشكل خطر للمجتمع من خلال علاقاته مع المحيط. تمام. هلا الصداقة بشكل عام هي من أسمى العلاقات الإنسانية، وبمرحلة المراهقة هي لها وضعها الخاص بكل المجالات. لأنه نحن من خلال الصديق، هلا بهي المرحلة هو المراهق ما بيسمع كلام أهله، المفضل عنده هو صديقه، أنا بسمع كلام صديقي، شو عمل صديقي أنا لازم أعمل مثله. فهون نحن من خلال تقليده لصديقه أو من خلال المشاورات دائما والحكي والصحبة اللي بتكون بينه وبين رفيقه، فبيكتسب عادات، بيكتسب سلوكيات، بكون، لأنه بهي المرحلة هو عم بيسعى دائما لتكوين اتجاهات بكل قضايا سواء كانت مجتمعية أو سياسية أو أي شيء تاني. فدائما الاتجاه احنا كيف بناخده؟ بناخده من خلال الخبرات المكونة من الأشخاص، المعلومات اللي هي موجودة عنا. فأنا شو بيعمل رفيقي فأنا لازم أتبع رفيقي شو بيشتغل. وبمرحلة المراهقة بحد ذاتها في دائما المراهق عم يسعى للاستقلالية الذاتية، يعني إنه أنا بدي استقل، أنا صرت كبير، ما حدا يحكيني، ما حدا يتعامل معي كأني طفل صغير، أو مثلا يحاول يعطيني أوامر نهي انه اعمل هيك ولا تعمل هيك. هو ما بيتقبل هذا الموضوع، فبيلجا اكثر شيء لرفيقه لصديقه، بيحكي له الاسرار، بيقضي اكثر اوقات الفراغ معه، اي كلمه او اي موضوع بده يعرف عنه معلومات بيلجا لرفيقه. هلا هون المشكله اللي فيها خطوره كثير كبيره مثل ما تفضلتي من شوي، لانه هون انا عم باخذ معلومه من رفيقي، ترى هذا الرفيق هو صح عم يعطيني المعلومه، هو حدا ايجابي ولا حدا سلبي بالحياه، حدا ما عنده رقابه من اهله، حدا عايش حياته بطريقه ما صح. هون كثير بتفرق. نعم. بهي المرحله. تمام. خيريه، كثير من الأهل بيكون عندهم كل البعد عن الأطفال، فعن المراهقين حسران، فمنشوفهم للمراهقين تساؤلاتهم في بعض الأمور، قصص بيسمعوها بالبيت بيحكوها للناس المراهقين يلي عم يرافقوهم. هذا الشيء قدي غلط، بعد الأهل عن المراهقين قدي غلط، وخاصة اليوم التكنولوجيا كترت بالإيد، الموبايل، الإنترنت وإلى آخره. حلو. ليا شملتي كثير عوامل، قلتي التكنولوجيا وقلتي بعد الاهل، يعني حكيتي عن كل الاسباب اللي هي، وفي سبب اللي هو كثير مباشر غير البعد وغير التكنولوجيا، قديش نحن عم نعرف نتعامل مع المراهق حصرا بهي المرحله. يعني قديش لازم هو، نحن مو عم نحكي هلا عن الصداقه، لازم الاب يكون عم بيعامل ابنه كصديق، الام عم بتعامل ابنها كصديق، ما عم بتعامله مثل ما قلت من شوي انه اعمل هيك ولا تعمل هيك وانت لازم تساوي وانت يعني هي تلطيش الحكي والكلام اللي هو ما لازم الواحد يحكي العبارات السلبيه دائما اللي عم نطلقها على ابنائنا. لا بالعكس، انا لازم دائما اكون معه حدا قريب منه، حدا ايجابي، حدا عم حاول اعزز له شخصيته بذاته، هو عم يستقل، عم بيحاول يستقل، هو ما له قادر يستقل طبعا، لانه هون ما بتكون الاستقلاليه هي موجوده، لانه هون لسه امكاناته الماديه ما أنا قادر هو يصرف على حاله، ما عنده هذا النضج والوعي بالمجال المعرفي او المجال العقلي هو كامل. لا اكيد هون عم بيكون هذا الشيء، فهو لسه ما وصل لهي المرحله اكيد. فانا دوري هون كيف حاول ادعم، ساعد، شجع باسلوب غير مباشر. صحيح. يعني دكتورة خلينا نقول دائما كلنا بنقول لأهلنا إنه هذا رفيق منيح، أنتم ما دخلكم، بكونوا شايفين هن شيء ونحن شايفين شيء ثاني، وخاصة بالفترة اللي بنكون فيها بالمراهقة دائما السيء هو بيكون كثير منيح، كثير منيح وبنحبه لأنه بجارينا، فبنقول له لا هذا شخص منيح. كيف الأهل فيهم يقنعوا الشاب أو البنت إنه لا ما أنا منيح؟ حطيت ايدك على الوجع، هو الفكره اللي كيف بتكون بالتعامل مع الاهالي. الاهل فورا اول صديق هو بيقول لهم هذا رفيقي وانا بحبه كثير وانا شايفه شغله وما دخلكم وما دخلكم، فالاهالي فورا بيتبعوا اسلوب القوه،
ممنوع، واذا بشوفك عم تحكي معه مو نيالك. فهذا الحديث دائما على لساننا، يعني احنا سواء بين رفقاتنا هو غلط. ليش نحن ما بيصير نمنعه؟ لا، لانه هو اذا ما حكى بوجهنا معه نحن قدامنا بقى على بصير بجاكر. علاقة ظاهرة. لا، بده يصير بجاكر ويصير بالخفيه كمان، بيصير بده يحكي معه نحن ما بنعرف. بجوز يقول لي انا رايح عند رفيق الثاني، هو بيكون رايح لعنده. يعني بدي تلجأ لاساليب كثير ما نصح، اساليب الكذب، اساليب اي اسلوب ثاني لحتى هو خلص انا بدي رافق هذا. انا دائما بحبذ بقول انه ما بيصير نحن نحكي معه نمنع، لانه دائما اي شيء ممنوع هو مرغوب. فانا لا، هون بدايه خليك اذا انت حابب تحكي معه خليك تحكي معه، وحاول دائما بين له الشيء السلبي اللي فيه. طبعا مو بالاسلوب المباشر انه شوفه قديش هو كذا، لا اكيد لا. بحاول مثلا خليه يحكي من خلال النقاش اللي عم بيتم. احيانا بتمر مواقف سلوكيات هي ظاهره انها هي سلبيه ما انا ايجابيه، فهون هو بعد ما يخلص من القعده او الحوار اللي كان موجود، انا هون فيني بين له بعض الاشياء اللي هو كيف كان عم يحكي. نحن ما بنحكي مثل ما هو بيحكي، نحن ما بنتصرف بهدول التصرفات، بس مو باسلوب طبعا اللي لا، باسلوب حوار. فهون هو ببلش شوي 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 بيوعى، بس اكيد ما اجبره. وانا في شغله كثير بحكيها هون بهي المرحله، مو نحن بدنا نصادق ابننا لنكون اصدقاء نحن وياه، فانا ليش ما حتى انا سلط له الضوء او حتى انا اختار له صديقه، بس مو بالاجبار، مو بقول له هذا رفيقك وكثير منيح ولازم ترافقه. لا، فيني مثلا جاره هي ابن جيران بعرفه كثير مهذب، تربيته بالبيت اساليب التنشئه هي كثير حلوه، في احترام متبادل بين الاب والام، بين يعني الاساليب الجيده بالتنشئه. فانا فيني رافق امه وادعيها وادعي الابن وخليهم يتعرفوا على بعض والخيار له بيرجع. تمام. فهذا الشيء كثير مهم نحن نتصرفه مع ابنائنا. نعم، خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه، هي نقطه دائما بيفكر الولد اهله هن اعدائه. دائما اذا صار في اي نقاش حتى لو كان ودي، يعني كلنا بنشوف نماذج قدامنا بيصير الولد اكثر عنيد، بيكبر راسه اذا صاير تي مثل ما بيقولوا. دائما بجوز خلينا نروح على محيط منغلق اكثر من الاصدقاء، بجوز يلجا لبيت الجد، للعمه، للخاله، لاي حدا قريب منه او بيرتاح له اكثر. هون قدي غلط انه كمان يطلع من بيته؟ كثير غلط، لانه هي بهي المرحله مثل ما قلت من شوي انه هو بيعتبر صديق هو الملجا بكل شيء. يعني هلا نحن بمراحل حياتنا، من وقت كنا اطفال، الطفل بعمر 4 سنين مستعد يتخلى عن كل العاب ويعطيه لرفيقه كرمال يلعب معه. هي ما بالك طفل هو هون، لانه هو هون بهي المرحله عم يحاول يكون علاقات اجتماعيه. الطفل اللي عمره 4 سنين و5 سنين عم يحاول يكون علاقات اجتماعيه، فما بالك الشخص المراهق اللي هو هلا هو شايف حاله انه كل العالم ضده من اهله. فهو بده الشخص اللي بيفهمه، اللي بيكون بيفهم عقله مثل ما هو بيتصرف، لانه كلهم بيشبهوا بعض. مو يعني في اشخاص بتكون هي كثير حدا سلبي بتصير بتتجه للشغلات السلبيه، واشخاص بتتجه للشغلات الايجابيه. بنتفاجئ احيانا بالمراهقين، في بنلاحظ في شكلين منهم. فهون قديش انا مهم انه انا بالعكس انا احتوي، انا اكون عم بسمع هذا الشيء، وما اكون حدا اللي بس عم وجه ونظر وعم بعطي انتقادات. دائما الانتقاد مع المراهق خليه يكون انتقاد بناء، ما اكون عم بنتقص من شخصيته، لانه هون هو عم يثبت شخصيته. فانت كيف عم تعمل معه؟ والحاله انه يبعد عن البيت، يروح عند بيت القرايبين، هي ابشع شيء. لانه نحن وقت يعني ما بدي احكي على العلاقات السلبيه بالعائله، اكيد لا، في علاقات وديه وكثير منيحه، بس طبعا هذا الشيء اكيد الكلام نسبي ما انه مطلق. لانه انا وقتها هون بدي اخليه اعطيه مجال لحتى يروح. يمكن الشخص الثاني ما انه في غيرة، في مثلا احيانا ما بيحب هذا البيت، يمكن بالعكس يخليه يحكي شغلات هو ما انه مضطر يحكيها، ويلجا لشغلات هو ما انه مضطر يلجا لها. اكيد صح. يعني خصوصا بالمعلومات. هلا انا كثير بركز على هي المرحله، بالمعلومات المراهق. تمام. هو بيحاول يسال على كثير شغلات. تمام. مواضيع جنسيه، مواضيع العلاقه بالسياسه، مواضيع تكوين اتجاه بقضيه ما. فهو هون بده يعرف، وحقه يعرف. ثقافه قولا واحدا يعني. هون دوري انا كيف بين له، كيف وجه له الشيء اللي انا لازم اعطيه حسب بيئتي، حسب تنشئتي الاجتماعيه، حسب الجو المحيط اللي انا عايش. نعم دكتوره، يعني عن الاحتواء، خلينا نحكي احتواء الاهل. احيانا بنشوف اهل منفصلين عن بعضهم، اب وام، يعني الطفل خلينا نقول ربي مع امه، احيانا لا ربي مع ابوه، فما بيكون في علاقه متكامله لنشاه هذا الطفل، وبيصير عنده عقد نفسيه، وممكن يعني يصير في مشكله. قديش مهم انه نحن يعني نحتوي قدر المستطاع، وايضا بالمدرسه في حال يعني كان المدرس بالمدرسة لاحظ هذا الشيء، قديش فينا نحن نساعد الأهل بطرح مشكلته لهذا الشخص عليه. تفضلي. تمام.
هلا كثير مهم بالمدارس مشكله الارشاد النفسي يلي نحن هلا في مراكز مجتمعيه كثير هي بتساعد الحاله الانسانيه اللي هي موجوده عند المراهق، وفي كمان بنفس الوقت الارشاد النفسي اللي هو موجود مع الابناء مع المدارس. فانا هون كثير مهم انه انا احاول وقف جنبه، احاول اعطيه دائما الدعم والتشجيع، افهم اقل شيء تشخيص بعض الحاله اللي هو موجود فيها. هلا هون في كثير خطوره موجوده بهذا الموضوع، لانه يعني الوضع كثير رح بيكون كثير صعب، في صراع ببناء شخصيته للشخص، في صراع دائما هو بين الاب والام، ما في تكوين شخصيه سليم. هلا انا هون الاشخاص اذا ما قدرت احاول ساعدهم بالمجال اللي هو عم بقدر ساعدهم فيه، يفضل دائما يكون في توعيه بين الاشخاص اللي هن رفقاته اللي هيك، ودائما بحفزه انه هو يكون حدا ايجابي، انه انت مثلا صحيح عم تمر بظروف صعبه، بس هي الظروف هي عم تعطيك دعم وتشجيع، يمكن الايام الجايه بتكون احسن لك وبتكون الفرص قويه كثير لك، بحيث انه انت تكون قادر بالايام الجايه تعوض، خليها هي الشغلات السلبيه اللي هي عم تكون بشخصيتك موجوده عم تعطيك دافع وحافز لحتى انت الايام الجايه تكون مستقبل. يعني نحن بنعرف كثير من الاشخاص اللي هن كانوا قدوه بالحياه، فهن مروا بظروف كثير صعبه، فهي الظروف اللي هي صعبه كانت عليهم كانت لهم دافع وحافز ومشجع لحن ينسوا كل شيء صراعات مروا فيها ويتجاوزوا هي المراحل اللي هي موجوده فيها ولحتى ينفسهم فيها. فكثير مهم نحن نحاول نركز على الصديق، يعني كثير ضروري، يعني للاسف كثير مشكله خطره مثل ما عم تحكي عنك انت تفضلتي، بس انه لا انا حاول اختار الصديق اللي هو مناسب لحتى ما قدرت لا اولف هون من خلال الوالده ولا من خلال الام، فسواء بلجا للمرشد الاجتماعي اكيد الموجود بالمدرسه، بلجا لمركز مجتمعي هو فيه حالات نفسيه، فهو داعم ومساعد لي اكثر. نعم نعم. دكتورة خيرية، خلينا نحكي أكثر عن البعد. لما يبعدوا الأصدقاء السلبيين عن المراهقين رح يكون في فجوة أو رح يكون في لهم فراغ بالحياة، إذا ما في حدا حدهم رح يحسوا بالوحدة. هون خلينا نحكي عن دور الأهل، أنه أنتوا حققتوا يلي بدكم إياه وعملتوا شيء منيح وبعدتوا الولد عن رفقاته السلبيين، ولكن كيف بدكم تعبوا الفراغ وتكونوا قدها؟ ما تحسسوا الولد بالوحده يروح لغير اتجاه. تماما. هلا شو متعب المراهق صح؟ كيف؟ كثير متعب المراهق صح؟ هلا هو مو هو متعب لانه جد من هون ومن هون ليا التعب اللي بيكون فيه هو مانو حاسس، لانه هو مرحله يعني مرحله فيزيولوجيه عم بتكون بكل النواحي في تغيرات، فهو حاسس حاله مانو طبيعي، يعني بس هو مانو قادر يعترف لانه هو عم بيسعى للاستقلال اكيد وتاكيد الذات. هلا الشيء اللي كنت عم تحكيه كثير مهم، لا اللي رح احكي هو له جانبين ايجابيين كثير قوايا، لانه اول شيء انا اوكي حققت اللي ببالي وانا خلصتك من هذا الموضوع، بس انا قلت من شوي انه هو الصديق هو قضاء وقت الفراغ والترفيه، فانا اول شيء اذا خلصته من هذا المشاكل اللي هي سلبيه كانت رح تكون عليه، فانا دوري هون وين عبي وقت الفراغ اللي هو موجود فيه. كيف بدي اعبي هذا وقت الفراغ؟ بدي اعبيه بشغلات ايجابيه وشغلات تكون خبرات، لانه هو كمان بهالمرحله عم بيكون خبرات، فانا بملي فراغ بكون خبرات بطريقه كثير قويه عبر مشاركته بانشطه بدورات تدريبيه، وهون بعطيه كمان فرصه لتكوين اصدقاء جدد، بس اصدقاء هن عندهم خبرات وعندهم معلومات. ليه؟ لانه انا وجهته لبيئه ولمجتمع هو صح. يعني وقت انا بروح شوف دورات تدريبيه عم بتكون او انشطه او مسير او طبعا ضمن رقابه وانا عارفاني لاي مجتمع او لاي نادي او لاي شيء انا موجهته عليه، فانا وقت عم وجهه لهذا المجتمع انا عم وجهه على مجتمع هو مثقف، هو مجتمع عم بيهتم بتكوين خبرات وثقافات، فانا عارفاني وين املي رح يمشي مع المتابعه دائما. يعني ما أنا وخليني دائما جنبه، لا اكيد لا، خليني دائما نكون عم تابعه من بعيد لبعيد بس لحتى وجهه وقت بده ينحني على المسار. نعم يعني. دكتوره يعني المعلومات اللي افدتينا فيها واكيد هلا المشاهدين ان شاء الله يكونوا استفادوا منها جدا قيمه، وبنرجع بننوه على وضعنا الحالي اللي نحن عم نعيشه من احيانا تفكك اسري، من مرحله ما بعد الحرب، من غلاء معيشه، من غلاء معيشه اكيد. خلينا نصائح اخيره لكل أب وأم، أو لكل أم لوحدة أو أب لوحده، وما فينا نحن بالمطلق نقول إنه كلهم مجتمعين كعائلة. أكيد. هلا بالحلقات السابقة كنا عم نحكي عن الضغط النفسي، فكتير بحبز من هاي الكلمة بدي انطلق منها، الضغط النفسي اللي أنا عم عايش فيها سواء كان الاقتصادي اللي أنا موجود معي أو الضغط الأسري أو المتطلبات المعيشية أو أي شيء أنا عم بحكي فيه، خليني ما أعكسه على ابني، خليني أحط دائما هاجز أفصل بين الوضع اللي أنا عم عايش فيه نوعا ما فيني أفصل بشكل تام، مشان ما نكون نحن حدا كتير مثالي عم نحكي. صحيح مثل ما قالت ليا، الغلاء ممكن عم يصير تشغيل أطفال بالشارع غير أعمال التسول، يعني اللي هن الجرائم اللي عم بتصير للأسف هلا كترت وعم بتصير كتير، وعمالة أطفال موجودة من زمان وما قدرت كترانة
تمام وعم ترجع تكون موجوده، بس اللي انا فيني اعطي طفل مرحلته، يعني انا هلا هو صح مراهق، خليه يعيش مرحلته، وانا بحبذ قصه مو بس بدي احكي عن الصداقه بمرحله المراهقه، في شغله كثير مهمه بمرحله المراهقه لازم اكد عليها، انا دائما خليه يعيش المرحله، يعني يوم اللي بده يعمل حركات بشعره اتركه، ما تخليه تكبته، لا اعمله يعمل الشيء، انا بحكي على العلن انه لا خليه يعمل الشيء بس ضمن الشيء الوسطي، يعني يوصل لحل انت وياه بشيء منطقي مناسب لك ولاله، بس ما تمنعه لانه هو رح يصير عمره 50 سنه رح ينفذ الشيء اللي كان بده اياه، لا خليه ضمن مرحلته الطبيعيه عم يتصرف بشكل طبيعي حتى نحس انه نحن فعلا ضمن شخصيه متوازنه، شخصيه قادرين يعني نعتمد عليها بالمستقبل ان شاء الله. ويندم هو بعدين لهالموديلات اللي كلنا ندمنا شو هالموديلات اللي كنا نعملها، هي الحواجب 8 نحن والبقف شعر تمام، بس معلش بحط احسن ما بعدين يعني مرحله حنصير هيك طبيعي. بس ما يتصوروا قولي هلا على الموبايل صارت مشكله. ميرسي كثير لك دكتوره خيريه، شكرا انك تحملتينا كمان كلك ذوق، ميرسي كثير لك، شكرا لوجودك معنا، وان شاء الله هيك يكون لنا وقفات بحلقات ثانيه بمواضيع ثانيه ان شاء الله. يعطيكم العافيه.